السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الألعاب باستخدام الأداة الرائعة يونيتي وباستخدام لغة السي شارب. وآخر حاجة خدناها إن احنا ظبطنا الأنيميتور للعبة وحطينا له البارامتر بتوعه، ودلوقتي هنعمل له الانيميتور كنترول عشان خاطر ايه نبدأ ان احنا نوصله بشخصية اللعبة ونبدأ نطبقه، يعني لما يقف يقف، يمشي يمشي، يتحرك يتحرك. فيا ريت اللي بيحب القهوة يعمل كوباية قهوة ويخليه معانا. لو خرجنا من الشكل دوت، لو رحنا للفولدر بتاع الاسيتس ودخلنا عند الانيميشنز، هنلاقي فيه 3 ملفات تم انشائهم. الملف الاول اللي هو الايديال انيميشن، والتاني الجامب انيميشن، والتالت الولك انيميشن. فيلا بينا نحط بقى الكنترول انيميشن عشان نتحكم في الملفات ديت في الشغل بتاعنا. اول حاجة انت محتاج تعملها ان انت تاكسس الانيميتور بتاع اليونيتي في اللعبة بتاعتك، فدوت هنعمله عن طريق الكود. فهنيجي كده هوت، هنروح للاسيتس والاكواد بتاعتنا السكريبت، ونروح للبلاير كنترولر، وهنأكسس الانيميتور عن طريق اوبجكت هنا، هنخليه هنا برايفت اسمه انيميتور. اوكي، والانيميتور دوت هنسميه مثلا هنا بلاير انيميشن. تمام كده دوت. هناخد البلاير انيميشن دوت ونحطه في الستارت عشان نخليه يدور على الانيميتور، فاكيد هنستخدم جيت كومبوننت، وهنحط جوه الجينيريك بتاعنا مثلا هنا اني انيميتور برضو. ماشي، وبكده احنا اكسسنا الانيميتور في اللعبه. هنيجي بقى في الفانكشن ابديت ونبعت للبلاير انيميشن دوت ايه البارامتر بتاعتنا. ماشي، اول حاجه هنقول له هنا بلاير انيميشن دوت سيت فلوت، لان القيمة الاولانية بتاعتنا فلوت، وهبعت له اسم البرامتر ومعاها القيمة ايه الفلوت اللي هياخدها البرامتر دوت. فهروح هنا اهوت كده وهروح عند الانيميتور، اول حاجة اسمها سبيد، فهاجي هنا اكتب له سبيد. اوكي، والقيمة بتاعتي ممكن اخدها من الريجي بودي دوت الفيلوسيتي دوت الاكس، فالاكس بيتغير، الفيلوسيتي دوت اكس برضو بيتغير، وساعتها بعرف ان هو يتحرك يمين او ايه يتحرك شمال، فاقدر اعرف النتيجة بتاعتي، اقدر ابعتها واعرفه ان هو ايه الكائن ده اتحرك. تاني بارامتر هنبعته اللي هو البلاير انيميشن دوت هنا سيت بولين. ماشي، لازم نكتب نفس الاسم بنفس الكيس سينستيف، نفس الاسم بنفس تشكيل بنفس احجام الحروف، يعني لو دي كابيتال ما ينفعش نكتبها سمول، لازم نكتبها كابيتال وسمول زي ما احنا كاتبينها هنا. فهنا مثلا اون جراوند هنكتبها هنا اون جراوند برضو بنفس الطريقة. اوكي، ونبعت له ال از تاتش جراوند اللي احنا كنا عملناه قبل كده، سوري هنا is touch ground اللي كنا ايه بعتناه قبل كده، ونسيف العملية ديت. وبعد ما عملنا سيف نروح نجرب بقى ايه اللعبة بتاعتنا، اهو شايفين ماشي ازاي، اهو هنيجي نعمل نطة، شايفين
اهو كده هو بقى ماشي، طبعا في الاتجاه العكسي مش هيديني مشي، لكن في الاتجاه الامامي هيديني مشي. اول ما نط هيفتح رجليه كأنه ايه بينط، ماشي اهو تاني، شايفين بقى دلوقتي هو ماشي ورجع كده. وزي ما انتوا شايفين ان الانيميتور بيتفاعل معانا في كل حاجة بنعملها، هو دلوقتي في الايديال هيمشي، هتلاقيه راح على المشي اهو، نط راح على النط ورجع تاني لايه للايديال. بس طبعا هو هنا في الايديال لان هو ايه، انا مش محدد له ان هو لو ماشي لورا كمان يعمل نفس ايه ترانزاكشن، المفروض ان انا اضيف ترانزاكشن تاني للرجوع ايه لورا. فزي ما احنا شايفين كده هوت، ان انا لما بتقدم لقدام بيتحرك، بس لما برجع لورا يبقى كأنه ايه ثابت. والسبب ان انت شايف هنا في السبيد اهوت، لما برجع لقدام لا برجع لورا بيبعت له سالب ارقام بالسالب. زي ما قلت لك الحل انك انت تعمل سبرايتس تانية باتجاه مختلف، بحيث ان هو اول ما يبقى راجع لورا ماشي وياخد الووك انيميشن من الايديال مثلا باتجاه اقل من السالب، تحط له طبعا ترانزاكشن ان هو مثلا ايه بسالب، يبدأ ان هو ايه يحوله لي سالب، فيبدأ يحرك الشخص بتاعك ده في الاتجاه التاني فيقلب ايه الانيميشن. طب افرض انت الشكل بتاعك اللي انت بتستخدمه بيتحرك في الاتجاهين، يعني عادي ممكن يبقى السبرايت اللي انت عامله يمشي يمين ويمشي شمال، طبعا ده مش ماشي مع السبرايت اللي احنا عاملينه، بس انا بقول افرض مثلا يعني ان انت عامل سبرايت واحد عاوزه يتقدم لقدام يرجع لورا يبقى نفس الشكل، مش لازم تعمل له ايه سبرايت تاني. الحل بسيط جدا، انك انت ممكن طبعا في حلول كتيرة بس انا هقول لك اسهل حل فيهم، انك انت تروح على البروجكت وتفتح السي شارب تاني وتستخدم ميثود بسيطة جدا اسمها ماس اف اهو دوت اي بي اس. اي بي اس دي معناها ابسوليوت، يعني الارقام المطلقة، وديت معناها ايه، معناها ان انت اي رقم بتبعته ليها بيرجع لك، لو هو لو هو بموجب بيرجع بيفضل موجب، لو بيبعته لو بتبعته بسالب بيتعكس ويبقى موجب، فهي ما بتطلعش غير ارقام موجبة بس ماشي. فلو عملنا هنا سيف ورنينا اللعبة مرة تانية اهوت اهو، شايفين هو ماشي لقدام اهو ماشي. طب لو رجعته لورا اهو برضو كأنه لسه ماشي لقدام. طبعا ده مش منطقي شوية، بس انا حبيت اوضح النقطة ديت للناس اللي ايه مش عايزين يفهموا مثلا هو الوضع ايه وازاي ممكن ان هو ايه يستخدم الشخصية بتاعته سواء تقدم لقدام سواء رجع ايه لورا ماشي. فمش عاوز ايه العملية تبقى بايظة معاه ولو هو بيستخدم ايه شخصية واحدة، لكن طبعا الافضل انك تعمل سبرايت تاني معكوس. ممكن تستخدم الفوتوشوب برضو، في حاجة اسمها ميرور ماشي، فتقوم جاي عاكس الشخصية كده بدل ما هي باصة للناحية دي تعمل لها ميرور تبقى باصة للناحية دي، فهو لما يجي يرجع لورا فالشخص يقوم جاي قالب وباصص لورا وماشي لورا. ده لو لعبتك فيها ان الشخص بيرجع لورا عادي، مش لازم ان هو ايه يمشي ايه لقدام بس. يعني اعتقد كده احنا استخدمنا الانيميشن وحركنا اللعبة، وكمان خلينا السبرايت بتاعنا يمشي لقدام ويعمل حركات اهوت ماشي. ما اعتقدش كده الناس لسه قدامها كتير عشان تحترف صناعة الالعاب ال2 دي، بس انا بقول يعني انت قربت جدا، بس طبعا لسه في حلقات تانية هنقدمها في الكورس بتاعنا. في النهاية يعني يا ريت الناس اللي محتاج اي حاجة يسيبها في الكومنت بوكس تحت الفيديو، ويا ريت الناس تقول لنا برضو استفدت ايه من الكورس بتاعنا لحد دلوقتي، ويا ترى ماشي معانا خطوة بخطوة ولا مش قادر تمشي معانا خطوة بخطوة. واتمنى من كل قلبي ان الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير والسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.